متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بصور وآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة فوق المملكة لهذا اليوم، والتي تشير إلى وجود تشكيلات من السحب والغيوم التي بعضها يتخللها من الغيوم الممطرة والركامية في المناطق الممتدة من المدينة المنورة باتجاه مناطق ما بين حائل والجوف، وصولا إلى أجزاء من الحدود الشمالية بما فيها منطقة ومدينة عرعر. هذه الأحوال الجوية غير المستقرة هنا تجعل من وجود كتلة هوائية باردة نسبيا في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، واندفاع أخرى ذات درجة حرارة مرتفعة باتجاه المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة. تلاقي هذه الأحوال الجوية يؤدي إلى نشوء ما يسمى بأحوال جوية غير مستقرة في هذه المناطق. بعض السحب الركامية الرعدية أيضا فوق مرتفعات الطائف وبالقرب من مرتفعات مكة المكرمة وبالقرب حتى من مدينة جدة الساحلية، بالإضافة للمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية التي تشهد بعض من الزخات الرعدية من الأمطار. هذه الأحوال الجوية من المتوقع أن تستمر معنا حتى نهار يوم غد الأربعاء دون تغيير كبير على هذه الأحوال الجوية. فرص الأمطار الأمطار قائمة في هذه المناطق، ونفس المناطق التي تقريبا تعرضت لنفس الحالات الجوية التي تعرضت لها المملكة لنهار هذا اليوم. الأجواء هذه الليلة في العاصمة الرياض مستقرة عموما ومعتدلة. درجة الحرارة هذه الليلة تهبط إلى 18 درجة مئوية كحد أدنى، والأجواء صافية بوجه عام. الرطوبة النسبية ترتفع تقريبا إلى 40%، والأجواء لطيفة معتدلة بوجه عام في منطقة الرياض وعدد كبير من مدن المملكة. نتعرف سويا على درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة نهار يوم غد في المملكة، والتي سنبدأها من المناطق الشمالية من المملكة. في عرعر 30 إلى 15 مع فرص لأمطار رعدية، سكاكا 29 إلى 14، وفي تبوك من 26 إلى 14، والأجواء هناك مستقرة عموما. المناطق الغربية للمملكة تبقى هناك فرص لبعض الأمطار، ربما تصل من المناطق الساحلية لمدينة جدة 35 إلى 26، في المدينة المنورة 34 إلى 20، في مكة من 36 إلى 24، وتبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة في مرتفعات الطائف تصل العظمى إلى 27 درجة مئوية والصغرى إلى 16 درجة مئوية. ذات فرص الأمطار الرعدية أيضا موجودة معنا في المناطق الجنوبية الغربية للمملكة، في أبها من 25 إلى 13، وفي الباحة من 23 إلى 15، أما في جزائر من 32 إلى 27 درجة مئوية. المناطق الشرقية للمملكة في الإحساء الأجواء بها مرتفعة الحرارة 34 إلى 20 مع أجواء مشمسة، في الدمام كذلك الأمر من 34 إلى 20، أما في حفر الباطن فلا تغيير يذكر على الأجواء في هذه المناطق الثلاث. انتقالا إلى العاصمة الرياض، الأجواء غدا ستكون مشمسة من 31 إلى 18، في القصيم ببريد 32 إلى 14، أما في حائل فتكون الأجواء مشمسة من 31 إلى 15 درجة مئوية. دعونا نتعرف على أحوال الطقس في المملكة خلال ما تبقى من هذا الأسبوع، يومي الخميس والجمعة والسبت. استقرار عام مع درجات الحرارة في العاصمة الرياض 31 درجة مئوية نهارا والصغرى تقريبا 19، ولا تغيير جذر يذكر على الأجواء في عموم مناطق الوسطى والشرقية من المملكة، في حين من المتوقع أن يتزايد مطلع الأسبوع المقبل أحوال جوية غير مستقرة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة بما فيها أيضا مناطق قريبة من المناطق الساحلية مثل مدينة جدة. دائما للمزيد تابعونا عبر تطبيق طقس العرب أو زيارتنا عبر الموقع الإلكتروني ومتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.